وده الخبر اللي انا دايب اللي انا اتكلمت معاكم فيه في البدايه. اتحاد كره القدم يربط تطبيق تقنيه الفي ار في مباراه الاهلي وبيراميدز بكاس مصر. يعني بيقول لك ايه، انا مش هستثني مباراه الاهلي وبيراميدز. طب ليه حضرتك استثنيت الكاس كله من هذه من الفار؟ مباراه انبي مباراه الاهلي وبيراميدز مباراه كبيره ودايما بيبقى عليها العين، فهل حضرتك هتلعب من غير الفار برضه في مثل هذه المباراه؟ الحقيقه امر مش مفهوم، بجد هو امر مش مفهوم. حد بيقول لي اصل الشركه الراعيه وان هي يعني الكاس دايما بيبقى مبارياته بتبقى زياده، فلوسها زياده، يعني فلوس الفار او تطبيق الفار ما كانتش محسوبه من الاول، هي كانت محسوبه على مباريات الدوري. طب حضرتك ايه المشكله لما تدفع الفلوس دي علشان تطلع ببطوله كاس شكلها كويس بدل اللي حصل امبارح واللي حصل في مباراه سموحه وبيراميدز؟ ما هو ده، دي سموحه وبيراميدز النتيجه كانت 2-1، تم احتساب ركله جزاء لبيراميدز بقت النتيجه 3-1 في الوقت اللي كان سموحه ممكن ما محدش كان عارف بقى ساعتها، كان في الوقت ده ممكن سموحه يتعادل مع بيراميدز. حصلت الكاسه اللي حصلت احتساب ركله جزاء، هي ليست ركله جزاء من قريب او من بعيد الحقيقه، يعني ما فيهاش ركله جزاء خالص. ده اللي حصل في مباراه سموحه وبيراميدز. هل لو كان في فار كان هيحصل كده؟ ما اعتقدش. امبارح في مباراه امبارح حسام حسن بيحرز هدف، كره جايه له من رجل لعيب بتخش جون، بيتلغي الهدف بسبب التسلل، وهي ليست تسلل بالمره. فانا الحقيقه بالنسبه لي علامه استفهام كبيره جدا على عدم تطبيق تقنيه الفار في مباريات الكاس.